في كتاب كبار مثقفين، كان في عالم تاني حوالينا يعني استفدنا منه كلنا. أنا بنتظر إن أعمال حلوة تجيلي، يعني ما أقدرش على التكريمات دي كلها وسرد الأفلام اللي لها قيمة اللي بتتقال دي كلها وبعدين أقبل أي كلام. لأ، مش محتاجة إن أنا أقبل أي كلام. يعني لما يتقال آخر فيلم أنا عملته مع مين، لازم آخر فيلم أعرف هو معمول برضه مع مين، عشان لما يتقال عملت كام فيلم وآخر فيلم كان مع مين. ما أقدرش أعمل أي حاجة تمس المسيرة الفنية بتاعتي أو تمس الموضوعات اللي أنا عملتها. إذا ما كانتش حاجة كويسة، لا، مش مفيش داعي. يعني الواقع اللي أنا عشته والمسيرة اللي أنا مشيتها وإزاي التضحيات اللي أنا قمت بيها وإزاي تحملت وإزاي وإزاي وإزاي، ده كل ده هتبقى رسالة لو يتفرجوا عليها الأجيال اللي موجودة هيقدروا يقدروا قيمة الست دي. وممكن تكون يعني رسالة ممكن يستفيدوا منها، وده المقصود. ما هو كل وقت مختلف عن التاني، ده جيل ويختلف عن الجيل. الجيل الحالي اللي موجود بكتابه بمؤلفين وبالأجيال بالناس سواء الفنانين أو غير الفنانين، الجيل نفسه الحالي ده مختلف تماما عن الجيل اللي فات. ولكن هو بيقدم حاجات كويسة بالنسبة للفنانين، هو بيقدم حاجات كويسة، بيقدم حاجات كويسة يعني في نطاق اللي بيبقى متاح واللي بيبقى متكتب واللي بيبقى بيقول أو بيتكلم عن الواقع اللي احنا بنعيشه، النبض الحالي اللي هم بيعيشوه. ده كله ده هم بيطرحوه، ما نقدرش نقول هم ما بيقدموش. لا، بيقدموا طبعا. ازاي يعني؟